فيها وحولتها لقدرة قادر. مكن الاستثمار جاءوا بكل حبل وسهم، وأصبح الحضور عند مشن إعلاميا مفروضة على الجميع. بهذه المناسبة نذكرك يا سيد ولي، ونذكر أنفسنا ونذكر الجميع، كم عزلا أساسيا أرسله والي أرسل محترم هنا جاهديا، كم عزلا أساسيا وضعناه في هذه الفترة الوليدة، كم من مؤسسة تربوية الذي قمنا بتجهيزها، كم من منشآت رياضية لفائدة الشبان قمنا بوضعها، كم من السكنات الكثيرة والمتنوعة التي قمنا بتوزيعها، كم من هي تلك البسمة اللطيفة والثقة والمحبة التي قمنا بحل مشاكلنا بها، كم هي تلك المعادلة تمهيدية المعادلة المتمثلة في التنسيق التشاور والعمل المشترك بين الهيئة التنفيذية والمجلس والمجالس المنتخبة والتنظيمات والجمعيات التي كانت دوما عنوان أعمالنا وانشغالنا وعلاقتنا. كيف ننسى؟ كيف تنسى عند مشن إنسانيتك وعرفك ومحبتك للناس؟ مبروك. كيف تذكرك في تلك العجوز التي كنت تزورها ولا أفلام؟ كيف تذكرك أرامل الشهداء والمجاهدين القدامى؟ كيف تذكرك المرضى وأنت تزورهم عبر المستشفيات والعيادات والمناشر والقرى والبلديات؟ إنسانيتك ستبقى حقيقة تذكرها الأجيال أعمال مجانية نكتبها، أعمال مجانية نكتبها ونسجلها على قدر النخام، وإن جف عبري ودموعي عن التعبير، يكتبها قلب فيها صفاء في محبة تعبيرا وكتابة ونطقا. كنت ولا